وانا هتابع معاكم اهم ما جاء في كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي. تعالوا نشوف جنازه الشهيد النقيب وليد عصام. وده الحقيقه ليه بدات بالشهيد وليد عصام، لانه خطيبته ايه ربما هي الاكثر تاثيرا على الناس كلها لما تشوفوا حاله ازاي يمكن انك تتعامل بحب مع كل هذه الكراهيه التي تقوم بها الجماعه الارهابيه. ازاي تلاقي خطيبه شهيد تتحدث بهذا الحب وبهذا الصفاء وبهذا النقاء ومع عمليه ارهابيه استهدفت خطيبها وانتزعته منها، وانه انت امام جماعات لا تعرف الا الكراهيه. لما نلاقي هذا الحب وهذا الصفاء وهذا النقاء اللي اثر في كل المصريين ودغدغ مشاعرهم وعواطفهم، لانه ما تلاقي في ناس بتستعد لفرح فانت تحول هذا الفرح الى مأتم. تعالوا نشوف التقرير اولا وبعدها نتحدث مع آية التي هزت مشاعر كل المصريين. واللي عمل فيه كده يتعمل زيه. بس عريس كان يقاس في شهر 3، عريس كان يقاس في شهر 3. اللي يتعمل فيهم كده لازم يقتص منهم ان شاء الله، لازم يقتص منهم ويقتل كل اللي في سينا. فين؟ ساكتين ليه؟ أطفالنا وكل الناس بتموت، ساكتين ليه؟ ساكتين. الموت بقى حوالينا من كل ناحية، من كل ناحية الموت حوالينا. عايزين إيه؟ الواحد بقى خايف يمشي، الموت شمال ويمين، فاضل إيه تاني؟ إحنا عرفنا الخبر إزاي؟ يا دوب لقينا مكالمة جاية ماشي من خطيبته وراحت مصوتة. اتصلنا بزمايلنا هناك في العريش بلغونا بالحادثة. وهنا للأسف كان ناس كتيرة جدا مش عارفين بدون اي معلومه. شوف الكلام ايه ده عليهم اللي عملوا كده. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. الله ونعم الوكيل يا ابني. بس انت واحد بس وديني للبلد اللي جوه سجن الرب. سجن الرب. Thank you.
اللهم تغمده بواسع رحمتك، ألهم عائلته الصبر والسلوان. آية خطيبة الشهيد وليد عصام معانا. آية أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. بقية في حياتك وربنا يصبرك. الحمد لله، والله الحمد لله الحمد لله. دعيلي دعيلي. آية، يعني من الواضح أنه يعني مداخلاتك وكلماتك وما كتبتيه على الانترنت، والله والله يستاهل أكتر من كده، والله يستاهل أكتر من كده. أنا بعمل كل ده عشان والله أنا عارفة أنه شايفني، والله يستاهل أكتر من كده حبيبي، والله يستاهل يستاهل. أنا دلوقتي هو مبسوط بي، أنا عارفة والله، أنا عارفة والله، أنا عارفة. إن الناس بتقول كل هذا الحب. والله حبيب عمري وحياة ربنا، خمس سنين، خمس سنين عمره ما زعلني، والله عمره ما زعلني ولا ضايقني، والله عمره. خمس سنين انتم بتحبوا بعض ومخطوبين لبعض؟ خمس سنين، والله خمس سنين يا حبيبي، خمس سنين. وبتستعدوا للجواز؟ والله بعد كم شهر، والله محضرة كل حاجة، جايبة كل حاجة وعاملة كل حاجة يا حبيبي. هو راح وساب لي كل حاجة، هو راح وساب لي كل حاجة يا حبيبي، يا رب صبرني يا رب. طيب آية، طبعا الشهيد وليد آخر مرة كلمتيه إمتى؟ والله كلمته يوم الوفاة الصبح، واتصل بي، اتصل بي، كان بيسألني على حاجات واتطمن عليا واتطمنت عليه، وما كانش فيه أي حاجة خالص، كان طبيعي جدا، والله كان طبيعي جدا، ما فيش أي حاجة. طيب بتعملوا كل الاستعدادات للفرح، يعني مجهزين كل حاجه للفرح؟ بقول لحضرتك، هقول لك ايه، وقاعد بيحجز في كل حاجه و... جايبين العفش، والله جايبينه، والله جايبينه، كنا بنحضر في الشقه قبل ما يسافر، والله كنا بنحضر في الشقه حبيبي، كان نفسه يفرح فيها، والله كان نفسه يفرح فيها. دولي دولي دولي، ربنا يحرق قلبهم زي ما حرق قلبي. انا عايزه اقول حاجه، عايزه اقول حاجه وما تقطعوش عليا، ما حدش هيقطع عليك انت. احنا فينا بنواجه جماعة ارهابية دولية، دي مش حاجة عادية، والله دي مش حاجة عادية، قذائف هاون دي مش حاجة عادية حبيبي، دكوهم دكوهم، دي مش حاجة عادية، اللي بيحصل ده مش حاجة عادية، والله مش حاجة عادية. وعايز اقول حاجة كمان، بالله عليك توصلها لكل الناس، دم وليد واصحابه في رقبة القيادات ووزير الداخلية، سايبينهم يا حبايبي مرميين في الصحراء من غير تأمين، والله سايبينهم مرميين في الصحراء. وليد كان بيروح مأموريات في الحته اسمها الحسن يا حبيبي، بيقول لي انا قاعد في كشك ومعايا اثنين جنود، بقول له يا وليد انت، طب ايه حواليك؟ يقول لي يا بنتي ايه حواليا، انا قاعد في الصحراء، انا قاعد في الصحراء. اقول له يا حبيبي قاعد في الصحراء مع اثنين جنود بس، ده لو حد رمى ديناميته هيتعملوا فيكم، لو حد رمى حاجه والله هتتخضوا، هتتخضوا والله يا حبيبي. لسه صاحبه من ست شهور ميت على الحدود، رامي الجنجيهي، اكيد عارفه، اكيد عارفه يا حبيبي. يا ايه طبعا احنا مش انا عايزه تامين، عايزه فينا تتامن، مش عارفين يامنوها، ما يحطوش فيها ارواح، دول بني ادمين مش كلاب، دول بني ادمين يا حبايبي، ليهم اهل وليهم زوجات وليهم ناس تتقهر عليهم، حرام عليكم، حرام عليكم، ليهم ناس تتقهر عليهم، والله 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 اللي بيحصل ده والله العظيم حرام، حرام. ما شفتش لواء بيستشهد، ما شفتش حد كبير يا حبيبي بيستشهد، كل اللي بيموتوا يا ملازم، يا ملازم اول يا نقيب يا حبايبي. وليد عنده 26 سنه، 26 سنة، حرام عليكم والله، حرام عليكم، قلبي محروق على أنا ومامته، والله قلبي محروق، قلبي محروق والله العظيم عليه، والله العظيم. حد يقول لهم الدم ده، الدم ده في رقبة مين؟ رقبة مين؟ احموهم طب الأول وبعدين بقولوا، احنا بنواجه وبنواجه وبنواجه، بتواجهوا الإرهاب بقالكم قد إيه؟ يا حبيبي راح خلاص، إرهاب إيه اللي بتواجهوه؟ عايز حد يرد عليا، حد يكلمني يرد عليا يقول لي دول ذنبهم ايه، يخشوا عليهم يفجروهم، دول ذنبهم ايه، ذنبهم ايه يا حبيبي؟ كان هو ايه ايه في نفس الوقت انا مش عايز ياكل، كان بياكل في نفس في نفس الوقت انا مش عاوز اخدم اللي قتلوا الشهيد وليد، حاجة دولية، مش عايز مش عايز انا معاكي، عندك حق، كيف يمكن انا وكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل، انا عارف. طيب انا مش عايز اقدم، مش عايز اقدم خدمه للقتلة حتى لو في مقصرين يا حبيبي، يا حبيبي سينا مليانه بلاوي، والله كان بيجي يقول لي بناخدهم البدو ما يرضوش يقولوا، بيخبوا على الضباط يا حبيبي، بيخبوا على الضباط، سينا سينا عايزه تتمسك ماسكه جامده، سينا مليانه بلاوي، فينا مليانه بلاوي، ولو ما مسكوهاش هيموت لسه تاني وتالت ورابع وخامس،
سينا مرميه يا حبيبي، نازلين يأمنوا سيتي ستارز وسايبين سينا، منزلين عمليات خاصه في سيتي ستارز وسايبين سينا، سايبين اخطر حته في مصر يا حبيبي، قاعدين كده مش متامنين ازاي. حد يرد عليا يقول لي، حد يطلع من القياده يكلمني ويرد عليا يقول لي بيعملوا فينا كده ليه، دول برضو شباب يا حبايبي حاجه وعشرين سنه يا حبيبي، دكوهم خلوهم اشلاء، خلوهم اشلاء. بس انا مطمنه عليه عشان في احسن مكان، والله في احسن مكان، وحسبي الله ونعم الوكيل اللي عملوا فيه كده، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا هيقتصني منهم يوم القيامه، حسبي الله ان شاء الله ان شاء الله. وايه الارهابيين واي حد بيساعد على الارهاب، والله حسبي الله ونعم الوكيل فيه، والله ما يشوفوا يوم عادل ابدا، والله يا حبايبي يا حبايبي، كانوا بيقولوا عليهم كفره، بيقولوا عليهم كفره يا حبيبي، كفره ليه؟ بيقولوا على الشرطه كفره ليه؟ كفره ليه؟ عملوا لكم ايه؟ عملوا لكم ايه عشان تموتوهم كده بدم بارد؟ عملوا لكم ايه؟ حد يرد عليا والنبي، حد يرد عليا افهمني، حد يرد عليا، ذنبهم ايه دول يا حبايبي؟ ذنبهم ايه يا حبايبي؟ حد يرد عليا يموتوهم بدم بارد كده يا حبيبي؟ وقاعد بيتفرج على الماتش، والله قاعد بيتفرج مع الماتش، قاعد بيتفرج على الماتش يا حبيبي، خدوهم على اخوانا، خدوهم على اخوانا يا حبيبي، ما عرفوش يصدوا منين ولا منين، والله حاسه بيه. القائد بتاعه بيقول لي خطبك مات راجل، سلاحه في ايده، سلاحه في ايده، خد حقه قبل ما يموت يا حبيبي، خد حقه قبل ما يموت، الحمد لله والله مرتاح ومبسوط عشانه، خد حقه قبل ما يموت منهم، هيخلص منهم يوم الايام ان شاء الله. ان شاء الله احنا يعني دايما بنقول احنا نقدم التهاني للشهداء ولا نقدم التعازي، يعني الشهداء لهم الكلمه الاولى وهم في الجنه ان شاء الله. مش عايز بس ان احنا نزعزع الثقة، عندك حق في انه لابد ان نأخذ خطوات لحماية الضباط. قلبي محروق عليه والله، قلبي محروق عليه. بس مش عايزين اي انت اثرتي في الناس كلها، وبالتالي مش عايز البعض ياخد كلامك على انه ادانة لاجهزة الدولة التي لا تتقاعس، يعني لا يمكن انه، لانه كمان اللي استشهد قادة، في قادة وحدات عسكرية حبيبي استشهدوا جميعا. انا مش عايزه، انا مش عايزه اسمع خبر تاني حد مات في سينا، والله مش عايزه اسمع خبر تاني حد يموت في سينا، والنبي مش عايزه اسمعها تاني، والله مش عايزه اسمعها. طب خليكي معايا كده، لان علاء هو كان مجند في الكتيبه 101، وهو ابن عم الشهيد وليد عصام خطيبك، وهو كان مجندا وانهى خدمته، وبيطالب يعني شوف الحماسه عند المواطنين وعند المجندين، انه بيطالب باعادته للكتيبه تاني للخدمه لكي يقتص وينتقم لابن عمه الشهيد وليد عصام. يا علاء اهلا بيك. يا علاء اهلا بيك يا استاذ وائل. علاء انت كنت في نفس الكتيبه دي، الكتيبه 101؟ انا كنت في كتيبه كاف 3 مقاتله الحسنه، اللي كانت لسه خطيبه وليد بتتكلم معاك عنه ان هو كان بيقعد في خدمه في الحسنه هناك مع عسكريين، انا كنت بعمل في الكتيبه دي. في الكتيبه اللي هو كان فيها قبل كده يعني. لا اسمها كاف 3 مقاتله، كاف 3 دي بتبقى عن الكتيبه 101 ب 50 كيلو. ب 50 كيلو، انت انهيت خدمتك العسكريه. اديت الخدمه العسكريه، وانا بطالب دلوقتي ان انا بتكلم وزير الدفاع سيد الصبح السيد ان هو يسمع صوتي ان يرجعني خدمه سريعه تاني للكتيبه ديت، عشان ادوق طعم الشهاده اللي ابن عمي خدها. لا يعني انت خلصت الجيش وعايز ترجع تاني؟ انا نفسي ارجع السرعه تاني عشان ادوق طعم الشهاده اللي ابن عمي نالها. يعني انا نفسي الناس تسمعك عشان الذين قتلوا وهذه الجماعات الارهابيه، عشان تشوف الحاله اللي بتعملها، انه الناس على استعداد ان تقف في طابور الشهاده وطابور الاستشهاد دفاعا عن الوطن، وانه حتى اللي انهى خدمته العسكريه زيك عايز يرجع تاني عشان ينال الشهاده زي ابن عمه. يا استاذ وائل، يعني حضرتك ما تقدرش، يعني معنى ان ابن عمي حتى يموت شهيد دي حاجه في ذات نفسها احنا فرحانين بيها، بس الصعب يا استاذ وائل الفراق، يعني ما فيش صوت نسمع تاني ليه، ولا نقدر نشوفه ولا اي حاجه. انا دي اللي مريحاني شويه ان هو عند الله نحسبه شهيد، بس انا بتمنى حضرتك يا استاذ وائل توصل صوتي للمسؤولين ان حضرتك لو تعمل معايا جميل ترجعني لكتيبتي تاني، عشان عايز اطلب طعم الشهاده اللي ابن عمي شافها. نفسي استاذ وائل وصل صوتي لحضرتك لوزير الدفاع. هنوصل صوتك يا علاء، لانه صوتك ده الحقيقه هو صوت كل مصري نقي واصيل، لا ييأس ولا يحبط ولا يخشى، بل بالعكس انه اهو انت بتقول انا خلصت الخدمه لكن انا عايز ارجع تاني
بعد ما استشهد ابن عمي لكي انال الشهاده مثله تماما. يعني احنا 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 عمرنا ما هنختم الارهاب. ما فيش حاجه اسمها ارهاب. الارهاب ده احنا بنصنعه بايدينا. احنا لو عايزين نقضي على الارهاب هنقضي عليه. ان احنا رجاله. هم فعلا لو ارهاب رجاله صح؟ ها؟ ما يروح هناك على اسرائيل الشطار عليهم. يروح يحرروا فلسطين طالما هم رجاله وبيحاربوا الاسلام وبلاك الاسلام دول صح وغلط. ما يروح اسرائيل. لا دول لا لا يلقوا طوبة على اسرائيل. سمعت عن انه بيت المقدس دول ألقوا طوبة على إسرائيل وهم بايعوا تنظيم داعش وهم جزء من تنظيم داعش جزء منهم وهم جزء من تنظيم الإخوان أيضا التنظيم الدولي للإخوان الإرهابي تنظيم الإرهابي مش تنظيم الإخوان تنظيم الإرهابي. إن هم أكتر ناس مبسوطين باللي بيحصل في سيناء دلوقتي. أكتر ناس شمتانة في الناس اللي بتموت هناك. ما تعرفش إن الناس اللي بتموت هناك دي حامياها. ما تعرفش ان الناس دي شايله روحها على كتفها عشان هم شمتانين. علاء انا بتوجه لك بالشكر وحوصل صوتك وحتى يعني حتى لو هي مستحيله تطبيقها عمليا لكن اتمنى ان وزاره الدفاع ترد على هذه المبادره السريعه من ابن عم شهيد كان مجندا في كتيبه تبعد 50 مترا عن الكتيبه 101 التي استهدفت في سيناء يطالب بالعودة للجيش بعد أن أنهى خدمته العسكرية. يطالب بالعودة للجيش وبالتالي أتمنى أنه وزارة الدفاع ترد عليه لأنه هو صوت كل مصري. كل مصري هتلاقيه مع العمليات الإرهابية بيصل إلى هذه الحالة. كلنا على استعداد أن نقف في نفس الطابور طابور الشهادة دفاعا عن الوطن. علاء ألف شكر. آية هاخد منك كلمة أخيرة. أنت دايما تقولي أنا اللي عايزاه أنه ما يحصلش ده لحد تاني. والله نفسي ما أشوفهاش تاني يا رب. نفسي ما أشوفهاش تاني لا في أي حد ولا في صحابه وحبايبي ولا أي حد منهم. والله نفسي إن شاء الله أطمن عليهم. نفسي أطمن عليهم إن شاء الله حنواجه الإرهاب وحننجح في استئصال معظمه. يعني ما فيش حد يمكن أن يعد بإنهاء الإرهاب ولا دولة في أي دولة من دول العالم نجحت في القضاء على الإرهاب بالكامل طول ما في تمويل وطول ما في مخططات تحاك ضد مصر هيستمر الإرهاب لكن سننجح في استئصال. لو عايز أقول لك كلمة أخيرة تقوليها لخطيبك وانت الحقيقة يعني أول حالة ألاقي فيها تدخل في حوار حوار عاطفي نقي مع خطيبها الذي استشهد منذ ساعات قليلة تقولي له إيه؟ يستاهل يستاهل. عايزاه بس يكون حاسس بيا وسامعني. أنا وصيته شفت نعشه النهاردة ووصيته. يا رب ينفذ وصيتي. هو عارف أنا مش هقول. هو عارف أنا قلت له إيه وحاسس بيا. والله دعوني الناس كلها تدعي لي ربنا يصبرني ويحقني بيه ورد. أنا مش عايز أكتر من كده والله. كل لو الناس متعاطفه معايا وحباني ادعولي ربنا يصبرني ويحقني بيه قريب. انا مش عايز اكتر من كده. انا مش عايز اكتر من كده يا حبيبي عريس. فرحنا بعد كام شهر يا حبيبي. ان شاء الله اثق في انه هذه الرساله ستصل اليه لانه رسائل الحب تصل رسائل الكراهيه هي التي تموت ولا يمكن ان تنتشر. ودي اللي كتبته آية هشام. أطول ساعة عدت عليا في حياتي وأنا مستنية وليد في قاعدة الماظة جاي لي شهيد وعريس. هو فعلا عريس. يا رب يحرق قلبهم زي ما حرقوا قلبي وخدوه مني. يا رب هفضل طول عمري فخورة بيه وإن كنت حب حياتك وخطيبتك لحد ما جيلك عن قريب ونتجوز في الجنة يا حبيبي علشان ما لحقناش في الدنيا. يعني ادعوا لي بالله عليكم قلبي محروق عليه. شفتوا كلام شفتوا رسالة عاطفية أجمل من كده. يعني هي تتحدث معه وكأنها بعتاله رسالة حب وهيستقبلها وتتحدث عنه عن أنه مش جاي جثة لا ده عريس. حالة حب وحالة زفاف. أعتقد أنه هذه الكلمات لو عاوز ترد على الجماعات الإرهابية والله يكفيك هذه الكلمات.
يكفينا هذه الكلمات انك تطلعها للعالم كله وتقول للعالم شوفوا ازاي خطيبة شهيد مات منذ ساعات قليلة واستشهد، كيف تتعامل مع الموقف؟ لا في بقى صحيح مع حالة اليأس والإحباط، لكن شايف كم الحب، كم الحب اللي بيطلع. الحب ينتصر، وعشان كده سننتصر، لأن احنا بنبني وطنا بالحب، هم بيهدموا الوطن بالكراهية ولن ينهدم. الحب هينتصر على الكراهية وهينتصر على كل الجماعات الإرهابية. آية بتوجه لك بالشكر.